السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أبو جهاد من قناة كنوز واحد. النهاردة إن شاء الله فيديو هنعمله لفريقة اللز. طريقة اللز. اللز النهاردة عندنا ثلاث أنواع من اللز، اللي هو لز البصمة الشرايح أو لز الأستيك أو البلاطة اللي هي اللي قلنا بربعة جنيه قبل كده جبناها أكتر من مرة، تمام؟ أو لز السكاية. عموما أي طريقة لزق حاجة في الشبشب، يعني أي شبشب طبقات في لزق او في كله هنوريكم النهارده هتلزق ازاي، تمام؟ انت عندك نوعين من الالواح، تمام؟ في اللزق عندك نوعين من الالواح، يا اما نوع زي ده هو اللي قلنا عليه، دي شريحه من لوح الشبح اللي هي بتبقى مخربشه من حته، دي القدم ودي الوش بتاعها اللي بيتلزق عليه، يا اما السكايا يا اما يتلزق عليه البصمه الشرايح، تمام؟ يا اما عندك النوع الثاني اللي هو اللوح ال 10 مللي او ال 12 مللي اللي هو ممسوح من ناحيتين، دي قطعه منه، تمام؟ بيبقى ممسوح من ناحيتين، بتعمل عليها من تحت استيك من اللي هو الجلد ده وده توب كامل، تمام؟ او اما انك تحط عليه البلاطه اللي هي يمين وشمال وبتعمل جزء وجوز، تمام؟ وبتحط عليه من فوق يا اما البصمه يا اما السكايا دي يا اما بتطبعها، ليك الخيار، تمام؟ هنبدا دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم نبدا نشوف هنلزق ازاي. نبدا من اول تقطيع اللوح. اول حاجه تقطيع اللوح. هنجيب الاول الاسطمبات بتاعتنا ونبدا نقيس الاول اللوح هيعمل معانا قد ايه. انت لو عندك ترابيزه اشتغل على ترابيزه عالي او اي حاجه عاليه شويه، تمام؟ هنبدا تقسم اول حاجه اللوح لان دي اهم حاجه في شغلك كله. اهم حاجه في شغلك كله تقسيمة اللوح عشان ما يهدرش معاك ويطلع معاك الشغل اللي انت عايزه، تمام؟ انا بحاول على قد ما اقدر ان انا اجيب ايه مقاسات كتير فيه كويس خالص كده. جاب معانا اتنين رجالي وواحد شبابي وواحد اولادي، تمام؟ احنا ممكن نعملوها قد دي وممكن نعملوها جزء تاني، يعني ممكن نعوضه بحاجة تانية كمان اكتر من كده. يعني مثلا هنجيب مثلا اثنين حريمي، واحد اولادي، واحد بيبي تاني، واحد حريمي تاني. هنحاول نرص جنب منهم تاني بحيث ان احنا نجيب اثنين، وممكن نجيب ثلاثه، تمام؟ بس هتحط كده، ما تخليش الاثنين دول قصاد بعض كده. عشان كده هتاخد معاك عرض اكبر، لا هتخلي كده. هتشتغل كده اهو. تمام؟ اشتغلوا كده. تمام؟ اهو. تمام؟ وادي الاولادي الثالث. كده جت مظبوطة ما شاء الله عليها، كده جميلة جدا، تمام؟ أقدر أزود صف تاني؟ أقدر، طالما المكنة عريضة، إحنا مكنة عريضة الحمد لله، تقدر تحط صف تاني كمان، تمام؟ بس أنا عشان الوقت وعشان الاستهلاك بتاعنا، عندي شغل عينات أنا مش محتاجه، بس أنا بعمله إيه؟ للدراسة والتعليم، تمام؟ هنختار دول، خلاص؟ هنبدأ نجيب إيه؟ عرض الاسطمبتين جنب بعض، العرض كده مثلا جاي معانا كام؟ قول 20، تمام؟ هنا جايب 20، وهنا جايب 18، في النص جايب قول 20، تمام؟ هنوحد كله على 21، يبقى هنقيس على كام؟ على 21، تمام؟ هنجيب الاسطمبات كده بتاعتنا، هنجيب متر زي ده، هنبدأ نقيس ال 21 بتاعتنا. 21، أي حاجة عدلة، خشبة عدلة، حتة حديدة، أي حاجة عدلة هتظبط على 21. ممكن تعلم بقلم وممكن تقطعه على طول. 21 أهي، 21 هنا كمان، تمام؟ وهنبدأ على بركة الله نقطع الحتة بتاعتنا أهي، تمام كده. ونجيب الكتر بتاعنا ونبدا نمشي عليها كده. خلي بالك بس عشان الكتر ما يعوركش، تمام؟ واحده كده واحده كمان عشان تخلص معانا خالص. خلاص نبدا ممكن كده نبدأ
معانا على طول اهي. انا مش عايز اشيل الاستنباط وبتاع ايه انا بس ايه لا خلاص كده. انت هتقطع عايز تعمل المسات دي كلها هتقطع اللوح كله على نفس الشرايح دي على نفس عرض الشريحه دي اللي هم ال 21 بتاعتك. هتقسم اللوح بتاعك كله 21 21 20 تقطعه كله مره واحده تمام طالما انت عايز نفس المقاسات دي تمام. بعدين هتجيب حته السكاي او البصمه تمام. احنا هنجيب حته السكاي ندور فيها السكاي اهي تمام. هناخد على عرضها كده انا كنت مجرب بيها قبل كده بس ايه اهي تمام. هنجيب كده هنبدأ نقطعها برضو. طبعا انت هتقطع حتى كلها مرة واحدة. انا بقطع واحدة واحدة عشان انا ايه عايز اعمل عينة واحدة. انت هتقطع جلدك كله واللوح كله تبدأ تلزق مرة واحدة خلاص. احنا كده قطعنا اهو كده. كده خلصنا القطعه بتاعتنا بس نغيرها منها ما نبصش عليها جامد كده. احنا قطعنا خلاص نغطي الحته بتاعتنا هنغطيها. هتقطع انت شرايح اللوح كلها وشرايح السكاي كلها نفس الطريقه دي تمام. دلوقتي عايزين نبدا نلزق الكله تمام. الكله دي يا جماعه عايزه على الاقل 10 دقائق لحد ما تخلص. عايزه قد ايه؟ 10 دقائق لحد ما تخلص. تخلص تحط الكله وتسيبها 10 دقائق لحد ما تبدا تشد كده. بعد ما تشد تبدا تشتغلها تمام. هننظف الاول لو في اي تراب ولا حاجه هننظف تمام. قبل ما نجيب الكله بتاعتنا كده وعندنا يا اما هنجيب السحاب بتاع اللون يا اما هنجيب حته سكينه معجون زي دي بلاستيك بس انا افضل سكينه المعجون تبقى ناشفه شويه تمام. هبدا افتح كده ممكن شويه كده وهبدا احط شويه بشويه مش كتير حاجه بسيطه كده على قد ما اقدر كده وانا ماشي كده اهو تمام. وهفردهم بالسكينه كده 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 كده, كده. أو ممكن تجيب حتة سفنجان تمام تعملها زي الفرشة كده وتبدأ تمشي بيها على الحتة بتاعتك. أهم حاجة الكلة بتاعتنا ما تكونش كتيرة وما تكونش قليلة يعني تخليها في المظبوط وتفردها كويس علشان ما تتوقعش منك وتلزق معاك على طول تمام.
خلصنا احنا كده دي خلاص هنحطها نسيبها تنشف وهنمسك الحته بتاعتنا الثانيه اللي هي السكاير نحط برضه عليه الشوط كله معلش انا برضه المكان مش مساعدني شويه يعني انا ايه المكان عندي ضيق شويه عشان المعدات والمكن وكده انت بتشتغل هشتغل على ترابيزه واشتغل على حاجه واسعه شويه هيبقى الشغل افضل من كده شويه معاك. خلصنا هنسيبها بقى تنشف شويه برده 10 دقائق لحد ما تنشف 10 دقائق لحد ما تنشف انت برده بعد ما قطعت الشرايح كلها والسكاي كله برده هتعملهم كلهم كده كله وتسيبهم كده لحد ما ينشفوا كلهم تمام هنوقف شويه لحد ما ينشفوا وهنرجع لكم تاني ان شاء الله علشان نبدا مرحله التقطيع بتاعتهم وتظبيط الاستنباط فيهم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته رجعنا لكم تاني هي ما عدتش ال 10 دقايق قوي بصراحه بس انا مستعجل شويه فقلت ايه اكمل الطريقه بتاعتي يعني عدي بتاع 5 دقايق تاخد اسبوع 10 دقايق ولا حاجه على الاقل عشان تلزق فلوس بس ان شاء الله هتلزق معايا تمام بس انت برضو تاكيدا خليها على الاقل 10 دقايق عشان تعرف ان هي لزقت كويس معاك تمام ادي الحته بتاعتي اهي وادي حته الاسفل بتاعتي تمام تحاول على قد ما تقدر ما تخليش فيها فراغات وتخليها جايه عدله معاك تمام دي مجرد ما نزلت هتمسك معاك على طول ان شاء الله تمام اهي تمام انت ممكن كمان ايه تلبسها بالمكنه بقول لك تلبسها ازاي بالمكنه اقول لك زي ما هي كده وتجيب حتتين خشب حته من فوق حته من تحت وتحط دول سطور تبقى خشبه فوق وخشبه تحت وتقفل الدرفيل عليهم لحد ما يزنوا عليها بتاع 2 مللي و3 مللي ولا حاجه تمام وتبدا تشغل المكنه وتدخلها هتبقى انت كبست دي وشغلتها معاك تمام تمام تبدا بقى نروح مرحله ايه؟ التقطيع مرحله التقطيع عايزين نقطع انا طبعا الخشب اللي عندي مش هتجيب لي اربع مقاسات ورا بعض كده زي ما انتم كنا جايبينهم تمام فانا هعملهم على مرتين انا هحط كده طبعا ظبط المكنه يا جماعه احنا هنقولنا ظبطت مكنه هنقولها تاني المكنه دي هتبلاش هنا بتفك الصمرتين دول وتبدا تنزل هنا وتقطعها زي دول وتحط منهم سكينه اي سكينه تقطع الخشبه كده تطلع الخشبه فوق الدرفيل وتخلي الخشب خابطه في الدرفيل 2 مللي ولا حاجه تمام عشان المكنة ايه تمسك معاك على طول تقطع معاك من اول مره انت هظبطها ظبطه واحده بس مش اكتر من ظبطه واحده بعد كده هتشتغل معاك على طول على نفس المستوى بتاعك تمام نبدا دلوقتي نرص الشغل بتاعنا زي ما احنا كنا راصينه كنا راصين تقريبا كده حريمي صح الجداني تمام حاول على قد ما تقدر تكون مقاساتك كلها كبيره علشان ايه؟ يبقى دايما الشغل كويس معاك. طبعا احنا قلنا يا جماعه ده مثلا اللوح المسح لو هو ليه ستيك خلاص هيتقطع مره واحده الستيك ماليش هيبقى ناحيه خشنه وناحيه نعمل اللي عليها الرسم بتاعنا اللي هو السكاي خلاص اهي نخلي برضه الحرف طالع قدام شويه تمام نتاكد ان الجناب جايه معانا مظبوطه مفيش حاجه طالعه بره تمام وهنبدا نسمي بسم الله شغل المكنه بتاعتنا بسم الله نشوف الزحله صغيره كده دي وسط الزحله عشان عندنا احنا ايه محاطه بلاستيك والبتاع اصلا كروميكا حته الزحله بس مش عايز اجرح المكنه بس عشان كده حاطط اللزق بتاعي المفروض اللزق ده يتشال عشان ما يتزحلقش مني في الاسطمبه والخشب تمام تمام
كده هي عدت بالنسبه لي خلاص. خلص خلاص اهي. بس انت كنت المكان عايز تتضايق شويه بس. كمان نرضم تمام. لو عايز تخوش الاول عندنا التخوش هنا اهو، كل طول التخوش اهو. ندوس على الزرار كده كده. احنا عايزين نخوش كده، احنا خوشنا تمام. كده هتروح لمرحلة الضرب، عايزين ننقل الشبشب بتاعنا. كده الضمة احنا مثبتينها، الضمة بتاعتنا هنجيب كده اهو تمام. هنحط نص البلبلة بس كده تمام، نص سردة صغيرة بإيدينا كده وننزل بالضمة. الموضوع سهل جدا، مش اسهل من كده. كده تمام كده. الشبشب بتاعك نص البلبله بس يا جماعه، عشان الناس بتحاول تعدي البلبله كلها، نص البلبله بس. الشبشب ده مقاس حليمي تقريبا، انا ركبت له وش رجالي، بس مش مشكله، مش هيزعلنا في حاجه يعني. خلاص كده خلاص، ده حلو شكل الشبشب في النهايه تمام. الاشكال اللي انت ممكن تعملها تبقى معايا زي دي كده، زي دي، زي دي. ده النوع اللي هو عليه بلاطه من تحت وفي حشوه وفي بصمه من فوق تمام. وده النوع اللي هو الشبح اللي عليه البصمه اللي هي الشرايح او السكاير اللي زي دي كده. أشكال كثيرة منها تمام. دي كانت طريقة اللزق بتاعتنا. أرجو إن أنا ما أكونش طولت عليكم النهاردة في الفيديو تمام. كان معاكم أبو جهاد من قناة رموز واحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.